الخير على حضراتكم واهلا بكم حلقه جديده من برنامج مصر جميله يا رب دايما ايامنا تبقى خير وسعاده في القادم باذن الله. النهارده ان شاء الله بنبدا فقراتنا مع حضراتكم كالمعتاد بفقره الاخبار. الخبر الاول اللي معانا النهارده بيتحدث عن جوله تفقديه لرئيس الوزراء بمدينه العاشر من رمضان. قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجوله تفقديه اليوم السبت بمدينه العاشر من رمضان تفقد خلالها عدد من الم مصانع منها مصانع للأدوات الصحية وأخري للأجهزة المنزلية والكهربائية وعدد من الوحدات السكنية. اعتقد ان الخبر ده زي ما بنقول دايما دلاله على النهارده نقله نوعيه كبيره جدا للاهتمام بالصناعه وتفقد السيد رئيس مجلس الوزراء لهذه المناطق الصناعيه ورساله مهمه جدا لاصحاب الاعمال واقامه المصانع مره ثانيه هو ده اللي بنتمناه في المرحله القادمه صناعه يعني تصدير يعني تشغيل ايدي عامله يعني دخول عمله صعبه امور كتير جدا يجب ان نراها في الحكومه الجديده باذن الله الخبر الثاني وزير النقل تشغيل التاكسي الكهربائي الأربعاء المقبل بالعاصمة الإدارية تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل عشر سيارات كهربائية تاكسي مقرر تشغيلها تجريبيا داخل العاصمة الإدارية الجديدة اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2024 كمرحلة أولى من إجمالي 145 سيارة كهربائية سيتم تشغيلها اتباعا داخل العاصمة الإدارية الجديدة لخدمة المواطنين والمترددين على العاصمة أتمنى أن هي تكون كلها الحقيقة جزء مهم جدا وهي استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة في العاصمة الإدارية لتصبح من المدن الأولى في الاهتمام بالبيئة. من نفس الخبر والاهتمام بالبيئة إلى وزيرة البيئة تعلن مشاركة مصر في الاحتفال باليوم العالمي للطيور المهاجرة 2024. أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم السبت عن مشاركة مصر في الاحتفال باليوم العالمي للطيور المهاجرة والذي يتم الاحتفال به في السبت الثاني من شهر مايو كل عام بما يتزامن مع الأوقات العالمية لهجرة الطيور في العالم بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ عليها لدورها في الحفاظ على التوازن البيئي والحيوي على الأرض. مصر من الدول اللي فيها أكثر من 48 محمية طبيعية السياحه دي لوحدها او الجزئيه دي لوحدها عايز اقول لحضراتكم انه ارقام ضخمه جدا على مستوى العالم تكاد تكون تمثل من 10 في 15% الاهتمام بهذه الطيور وفي ناس بتيجي تصورها وفي ناس بتيجي تنتظر هجره الطيور دي عشان تعمل عليها دراسات وتعمل احصاءات وكمان مجموعه الصور الفوتوغرافيه الرائعه والبديعه في محمياتنا الطبيعيه ده دخل قوي جدا للسياحه المصريه لو عملنا له تسويق جيد لو عملنا فعلا تبني لهذه السياحات اعتقد انه هيكون عندنا دخل كبير قوي من السياحه في ذلك الوقت من كل عام. ده يمكن كده بيكون خلصت اخبارنا من اخبار مصر جميله بنروح للحقيقة آه موضوعاتنا النهارده وكالعاده عندنا لقائين زي ما حضراتكم متعودين هيتكلم النهارده عن السياحه وزي ما بنقول دايما ان كل فكره جديده بتقدم في مجال السياحه هي فكره بتساوي اموال بتخش لمصر بتساوي فرص عمل لناس هتشتغل هذه الفرص بتساوي اسم مصر بيعلو دائما في عالم وافاق السياحه، ده جزء مهم جدا وجزء اهم في الاقتصاد المصري وفي الدخل القومي المصري. النهارده يمكن زي ما حضراتكم تابعتوا في الفتره الاخيره مصر اصبحت وجهه سياحيه لسياحه المؤتمرات، لسياحه بنتكلم على اهم الحفلات على مستوى العالم، الديفليهات اللي شفناها في سفح الاهرامات، الحفلات الكبيره لكبار نجوم ونجمات العالم جم زاروا مصر وحبوا يعملوا حقيقة مناسباتهم واحتفالاتهم هنا ده كمان جزء مهم من السياحات اللي بقت موجوده على مستوى العالم، ايه الجديد في هذا الامر النهارده ايه اللي بتطوره وزاره السياحه عشان نقدر نستفيد منه، كل الامور دي هنقدر النهارده نتكلم فيها مع حضراتكم وهيكون ضيفي في هذه الفقره الاستاذ هشام فتحي الخبير السياحي وعضو غرفه المنشات الفندقيه. الموضوع الثاني اللي معانا النهارده وزاره الثقافه بتنفذ مشروع اهل مصر بهدف تاصيل القيم الايجابيه لدى الاطفال ونخليها الاخلاقيه كمان والناشئ وتنميه الاعتزاز بالوطن والفخر به وخلق جيل جديد واعي قادر على استكمال عمليه البناء والتنميه بالاضافه الى اكساب المشاركين به مهارات متنوعه واقامه العديد من الورش الفنيه انا حبيت اقرا لحضراتكم اللي مكتوب في السكريبت لانه ده بياخدنا الجزئيه مهمه جدا واشكر القائمين على وزاره الثقافه هما اخدوا بالهم من هنا تاصيل القيم والمبادئ والاخلاق المصريه ازاي ولادنا يبقوا عايشين عندهم قيم ومبادئ متمسكين بيها بتاعت بلدنا مصر بتاعت وطننا مصر بتاعت منطقتنا العربيه جزء مهم جدا ان انا مش مبسوط قوي ان انا بعلم ابني في الانترناشونال في ابني بقى مالتي ناشونال، بيسافر العالم كله وجايب ثقافات مختلفة وبيتعامل بيها هنا في بلدنا، كل بلد ليها الطابع بتاعها وليها أخلاقها وليها حدودها اللي ما نقدرش نعدي هذه الحدود سواء في القيم أو في الأخلاق أو في حدود الوطن، ده جزء مهم جدا، يعني إيه تبقى متمسك وعندك انتماء لبلدك ده بيبدا من النشأة بيبدا من الاطفال الصغيرين بيبدا من برنامج التلفزيون بتاع الاطفال اللي كان بيحكي قصص لابطالنا وشهدائنا وعظماء هذا الوطن ما بقيناش بنشوفه للاسف وبالتالي النهارده لما تنتبه وزاره الثقافه لهذا الامر كلنا لازم نقف جنبه ولازم نسمع ايه اللي بيحصل أهلا بحضراتكم من جديد التقرير اللي سمعناه مع بعض بيتكلم عن نوع هو مش جديد لكن كان بيمتاز به الخاصة قوي أو الناس اللي هي بتفكر إن هي تعمل حاجة جديدة ومستحدثة ده موجود على مستوى العالم حقيقي لكن انه الدول او البلاد تفتح المناطق السياحيه لاستخدامها في حفلات زفاف في ديفيليهات عالميه في ماراثون في امور كتير هنا الحقيقه اللي بقي وجهه سياحيه مهمه جدا عند كتير من السياح على مستوى العالم يعني زي ما شفنا حفل الزفاف الأسطوري للثاري الهندي من فترة طويلة شفنا الدفليل لأكبر وأهم بيوت الأزياء العالمية في سفح الأهرامات الأمور دي كلها بتدخل أرقام كبيرة جدا وبالتالي أنت ممكن تتحط على الخريطة السياحية لأهم الحفلات واهم المؤتمرات على المستوى العالمي، عندنا البنيه الاساسيه عندنا تماما، فنادق النهارده بقت بتبتكر احدث الحفلات وبتبتكر احدث الحقيقه الاجهزه اللي بتستخدمها في ده وده بالتالي بتدفع فيه ارقام خياليه، خلوني ارحب بضيف اضيف حضراتكم برحب بالاستاذ هشام فتحي الخبير السياحي وعضو غرفه منشاه الفندق يا اهلا اللي انا قلته ده صح ده صح مليون المية اه وعايز أضيف ليه حاجة بقى حضرتك يمكن احنا فعلا بلدنا فيها يعني المقومات اللي هي يقام عليها مش المنتديات جميع المنتديات العالمية <applause> وكنا طول عمرنا سباقين ليها بس لا. طبعا يمكن الاحداث الاخيره وبعض الحاجات زي الحرب الروسيه وي وي والاحتياطات الامنيه وما مر بمصر من عشر سنوات لا لا انا عايز انوه لحاجه حضرتك يعني الحفل م. الزفاف ده م. عايز انوه بس جزئيه كده مقدمه قبل تكلفته قبل اي حاجه اتعمل في اربع اماكن في ثلاث محافظات في مصر اربع اماكن في ثلاث محافظات اول مكان قصر محمد علي ده شبرا الخيمة محافظة الأليوبية صحيح أقصى مم. أقصى الجنوب في مم. القاهرة مم. على طريق مصر الإسكندرية الزراعي تاني يوم المتحف الكبير اللي هو بنقول عليه متحف الرماء أو المتحف المصري الكبير خلاص ده محافظة الجيزة امم تالت يوم سفح الأهرامات وده كان برضو محافظة, محافظة الجيزة السجيزة. صح. رابع يوم الحفل النهائي بقى بعد عقد القران والزواج الرسمي اللي اتعمل اليوم الثالث اتعمل حفل الزفاف الرسمي في القصر الكبير في جزيره الدهب في محافظه القاهره مم. شفت يا تخيل بقى حضرتك ال 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 الوضع الامني في بلدنا عشان بس نثبت ان بلدنا امن وامان ازاي آه. انك تتحرك بالناس دي من شبرا الخيمه للرمايه ومن الرمايه للهرم ومن الهرم لجزيره الدهب يعني ده يعني فعلا والله والله احنا مش بنقولها كده رياء فعلا الوضع الامني من الجهات الامنيه تخيل بقى حضرتك مين اللي بيشارك فيها؟ قطاع السياحه والاثار قطاع شؤون السياحه والاثار نعم قطاع المرور م. قطاع الامن الوطني صحيح. الامن العام الامن العام آه. المباحث تخيل كل دول بصدقك بيأمنوا الاماكن دي كلها م. والممشي الناس دي ما بتمشيش بطيارات دي ماشيه بعربيات زي زي يعني مم. فعلا وضع امني يعني فعلا مم. يعني ودي ودي رساله مهمه هشام بيل لل... للخارج كمان لانه الناس دي جت وعملت ال... الاحتفالات بتاعتها وهتنقل اللي شافته هنا سواء يعني. بقى من امن وامان عار... وتحركات يا... عارف سيادتك ال... السالي ده جايب معاه مم. مم. 150 رجل عرض. اعمال من العالم من ضمنهم من ضمنهم مم. وزير الطاقة الأمريكي م. حاكم ولاية تكساس م. أربع وزراء من جنوب أفريقيا يعني جايب يعني علية بيها. القوم في م. في فين م. في أمريكا وفي جنوب أفريقيا وفي العالم وأكبر أسياء العالم تخيل حضرتك الناس دي بتتحرك ازاي التكلفة الت... غير غير لا ده أنا غير التكلفة عايز التك... اسمع التكلفة التكلفة آه. كانت 3 مليون دولار المعلن اه اللي الدكتور زاهي حواس اعلن عنهم طب لا ردت ناس قال لك هما... قال لك لا ده ال 3 مليون دولار دي الرسوم الرسمية اه لإيجار القاعات والقصر آه. والقاع وسفح الأهرام آه. غير الصرف الحر وغير... غير غير بص آه. غير الدعاية والإعلان الدعاية والإعلان نتعامل. آه. ايه؟ الصور بتاعتك. غير آه. تخيل حضرتك 150 ساري دول هيتحركوا ازاي؟ صحيح شركات الليموزين جابت ارقى العربيات واحدث العربيات موديل صحيح. العام اهم الفنادق اهم الفنادق صحيح. اهم السويتات أه؟ صحيح. يا فندم احنا بنتكلم أه؟ في 70 صناعه في حاجة في صوره لو جت في صوره في صوره لو جت بس أه. اتعمل لها ممشى اتعمل لها ممشى للعروسه وهي مم. فستان الزفاف أه. أه. 800 متر أه. وسط الزهور اه وسط الزهور جايبين جمعوا جميع الزهور الطبيعيه من زهور صناعيه اه مجاية من دول خارجية ومن مصر 800 متر م. ممشى زهور. بين الزهور دي والورود دي مش دي مش مش ربح للشركات صحيح دي. يعني, يعني عارف... انت بتكلمني مثلا في المعلن 3 مليون يعني, يعني لو, مليون عملنا... ده الإجاة... ده الإجاة... لو عملنا لو عملنا 100 فرح في السنه خلاص احنا <تصحيح> مش عايزين, عايزين حاجه <تصحيح> مش عايزين اكثر <تصحيح> يعني احنا بنتكلم في 30 مليار وعلى فكره حضرتك غير بقى اقامتهم في الفنادق صحيح غير 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 الاماكن هي اللي... دي الصوره صح؟ آه آه شوف حضرتك آه. الممشى ده 800 متر آه. معلن اهو شوف حضرتك الزهور على اليمين وعلى الشمال هي واقفه مشيت الممشى ده لوحدها في وسط بس لوحدها وكان طال... ده طلب العريس. مم. مم. يعني شوف حضرتك تكلفه احنا حاجات جانبيه ما بناخدش بالنا بس, بس مكلفه جداً. طبعا مكلفه صحيح. جدا. صحيح بقول لحضرتك تخيل ان حضرتك ال 150 كانوا راكبين عربيات بلون واحد بموديل واحد مم. بموديل السنه مم. شركات اللي شركات الازياء ده العلمية. ده, موضوع تاني ده آه موضوع تاني آه بقى تاني اه النقل ان, هو ان ليله الزفاف هي آه ليله الزفاف برضه كان ليها شرط اللي هو اللون البينك اللي ان يعني اغلب اغلب السيدات آه يلبسوا البينك يلبسوا اللون البينك, آه البينك يعني يبقى قريب من لون الفستان بتاعها تخيل آه حضرتك شركات الازياء اللي كانت موجوده شفت حضرتك ده آه يعني كفايه الصوره كمي دي كمي تكون موجوده على المواقع الرسميه بتاعت كل النجوم اللي حضرت. إزاي آه. وشغل الصواريخ والحاجات مم. والاضاءات اللي ما انا بقول لحضرتك بيتفارق اللايت اللايت سيستم اللي اتعمل تل... آه. يومها كانت الناس اللي بتبعد عن الهرم بكيلومترات كانت شايفاه في في السماء اه فتخيل حضرتك بقى اللي كانوا في المنطقه كان ايه الوضع طبعًا. وده وضع طبعا بيعمل بقى بروموشن لنا او بيعمل تسويق لينا وترويج ده بيعمل ترويج عالمي لمصر للسياحه في مصر مش م. للسياحة في الهرم آه. بقول لحضرتك ثلاث محافظات في اربع ايام م. مم. ولو كانوا يطولوا يروحوا الاقصر واسوان كانوا مم. راحوا او يروحوا شرم الشيخ بس يعني تخيل اربع ايام بيلف في محافظه محافظات كان في قبلها الديفيليه العالمي لاكبر بيوت الازياء ومش هنقدر طبعا نذكر اسمائهم كان موجود هذا الديفيليه وكان في موجود نجوم العالم كانوا موجودين في هذا الديفيليه من شهور فاتت من شهور صحيح افكر حضرتك بحاجه ثانيه؟ السنه اللي فاتت في الشتاء اللي فات مم. كان في اكبر برضه مش هقول اسمه اكبر مصمم ازياء في صح العالم واكبر آه مصمم مجوهرات مم في سفح معبد حق الدير البحري حتشبسوت آه عارف حضرتك انا كنت في الوقت ده في الاقصر عارف مطار الاقصر نزل فيه كام طياره سيادتك 43 طياره خاصه جه خاصة اغنى اغنياء العالم في, فل... في الليله دي و... ودول صرفهم غير الساحة وعد... العادي وعدوا البر وعدوا البر الغربي سيادتك باللانشات واليخوت والفلايك كان منظر غير طبيعي اكبر مصمم ازياء في العالم جاي يعرض ازياء واكبر مصنع مجوهرات م. كان عامل تشكيله جديده من المجوهرات عمل مبيعات عمل مبيعات هنا في مصر م. يقال م. عدت اياميها ال17 مليار يورو هو م. بنفسه صاحب شركه المجوهرات مليار يورو. باع مجوهراته وحاجته آه. هنا جوه الدير الداخلي داخليا وخارجيا ولا داخليا بس؟ لا آه. لا خارجيا طبعاً, طبعا اللي كانوا موجودين آه. كانوا هم حوالي 41 او 43 اسرياء العالم بس تخيل حضرتك يعني شوف جايين يعملوا ايه؟ الاحتفال بتاعهم بتاع الازياء الجديده م. الكوليهات والشغل الذهبي الجديد اللي هو عامله والمجوهرات يعملوا فين؟ يعملوا تحت الدير البحري في حتشبسوت ده مش الوضع للامن والامان صحيح احنا معانا فيديو لل... للفرح الاسطوري واحنا اخدناه كنموذج مع حضراتكم عشان تعرفوا قد ايه وزي ما تفضل هشام بيه هنا اتكلم وقال دي التكلفه المعلنه يعني لما بنتكلم على الألع... 100 ولا 200 فرح زي دول في السنه خلاص دخلوا رقم خرافي من السياحه لازم نهتم بيه تعالوا نشوف الفيديو يعني دي كانت لقطات من الفرح طب نروح ل تفهم هنا وزاره السياحه ليه بقى ايه زي ما بنقول كده ايه اللي هو الاستفاده القصوى من هذه الاماكن السياحيه وفتحها بشكل يليق على مستوى العالم عندنا ايقونه قادمه وهو المتحف المصري الكبير بكل روعته وكل بهائه الامور دي كلها تضيف للسائح الخارجي اقول إيه لحضرتك حاجه منظومه مم. وزاره السياحه والآثار مع بعض دي منظومه مفرحه لسبب مم. صح الفرح ده اتعمل في مم. منطقه اثريه يعني شديد شديدة الحيثية وشديدة الحرص. ما كانش حد يقدر يعملها إلا وزارة السياحة. بالتنسيق مع وزير الآثار. لما يبقى الوزير هو ماسك الوزارتين اتعمل يعني وهيئة تنشيط السياحة اتعمل ترويج لهذا الموضوع مم. فعلا مم. في هيئات في هيئات عالمية في الإعلام مم. نشرت هذا الموضوع. طبعا. في صحف العالم كلها ان الحدث ده حدث يعني فعلا هو لا سبق له ودايما ال الصحافه اللي بتجري ورا المشاهير ورا الاثرياء بترصد مثل هذه المناسبات وده بيدي دعايه مجانيه لمصر لانه ملزمين بيهم وبيبقى فيه من الصبح يمكن تروح آه. صور آه. صور وهي في النهار صور وهي ساعه غروب صحيح. الشمس صحيح. صور بالليل يعني اذا ملازمين لهم 24 ساعه فهم اللي بينقلوا الحدث بكل تلقائيه وبينقلوا الحدث بحرفيه كامله جدا بتدل على وضع الامن والامان اللي في بلدنا ففعلا يعني جهد مشكور لوزاره السياحه مع مع هيئه الاثار ان فعلا مهدوا المكان كان ظاهر بصوره غير طبيعيه وفعلا يعني إتا اتاحه المكان بهذا الوضع الجميل في الليل وفي النهار والاضاءات اللي اتعملت وال يعني فعلا كان, كان تنسيق مع وسائل الاعلام كلها العالميه كلها الحقيقه اه بدليل اتسمح ليهم اتسمح يعني رغم ان هو في الاول عريس كان طالب خصوصيه الفرح بس بامانه يعني ذكر شيء ويذكر لي ان الدكتور زيها حواس اقنعه إن, ان 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 تصوير هذا الفرح وي, وي ده فيه نوع يعني فيه نوع من البهجه والسرور فالعريس فورا وافق وادى موافقة مفتوحة للدكتور زي حواس وللهيئات الأمنية ووزارة السياحة على أنهم يعني, يعني صوروا زي ما أنتم عايزينه ومن أنتم عاوزينه فدي كانت برضو يعني علامة في في صالحنا من من رجل أسري محترم يعني برضو صحيح نروح للإضافة والتنوع للمنتج السياحي اللي أضافته وزارة السياحة مؤخرا وزي ما أنا لسه قايل لحضرتك خلاص العالم كله في انتظار افتتاح المتحف المصري الكبير هذه الايقونه العالميه اللي هو مش متحف عادي انا بعتبر الفرح ده مم. الفرح ده بدايه كان احلى بروموشن أو احلى ترويج دا... دا... للمتحف الصور اللي خدوها جوه المتحف مع تمثال رمسيس ومع توت عنخ آمون وجوه الم... جوه الهول بتاع المعبد المتحف اللي ما حدش لسه ما شافه ده ترويج للافتتاح اللي السيد رئيس الجمهوريه عامل له انا عارف ان معمول له افتتاح اسطوري وعلى ما اعتقد هيحضر فيه قاده رؤساء وق... وملوك وامراء من دول العالم م. م. مش من الركن أيوه. الشرق لا صحيح. من... من دول العالم وفي يمكن ناس متحفزه لهذا الافتتاح ان شاء الله هيكون يعني افتتاح اسطوري ان شاء الله لا طبعا لازم يبقى كده هو آه. هي دي القيمه م. يعني هم هو نفسه انبهر لما دخل هو والعروسه والضيوف آه. انبهروا بالهول الكبير اللي فيه تمثال رمسيس و انبهر بازاي الحاجات دي موجوده وهو ما شافهاش فدي كانت بهجة يعني بدليل ان هو عمل يوم كامل عمل يوم كامل في المتحف احتفال مم. في المتحف وعمل العشاء بتاعه مم. في مش جوه المتحف يعني في الحديقه الخارجيه مم. عمل عشاء اسطوري لكل المدعوين ولكل الضيوف في المتحف المصري من كتر بهجته بيه مم. جميل أه نروح بقى لل زي ما بنقول دايما احنا كان بينقصنا التسويق السياحي طبعا مع زيادة التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلام على المستوى العالمي والشركات والفنادق وما إلى ذلك وكان حتى سيادة الرئيس نفسه كان بينادي بنية أساسية سياحية قوية في المرحلة اللي جاية أضيف ليها طبعا مشروعات ضخمة زي راس الحكمة والمشروعات الآتية في السياحة قد إيه ده هيفيد هذا آه الملف وهيفيد مصر اقتصاديا بس هشام بس بس لينا رغبه لينا رغبه احنا قطاع السياحه عايزين القطاعات الاعلاميه الداخليه مش ما ننتظرش وكالات الأنباء العالميه او او الهيئات الدوليه هي اللي تيجي تروج لينا لا ده احنا عايزين احنا اللي نصدر نصدر حاجتنا ده أصلاً. المفروض يعني ده دور واجب مم. يعني انا 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 عارف ان في ملحق ثقافي او ملحق اعلامي لنا في كل سفاره لينا في دوله من دول العالم لو الدور الملحق الثقافي او الملحق الاعلامي ده نشط الحاجات دي او روج ليها احسن من انا يعني انا مش هنتظر كل مناسبه لما جيلي لي عالمية. عالمية. في حدث زي ده لا م. انا انا اللي موجود جوه البلد م. انا اللي اصدر بقى م. انا لابد اعمل تسويق عالمي انا اللي اعمل ادي المعلومات ادي في ناس كتير على فكره ما يعني تظن عن مصر دلوقتي ان هي الجمال في الهرم والحاجات صحيح. دي لا 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 صحيح. صحيح. لما بيجوا انبهر انبهر هو والمية وخمسين رجل اعمال والاثرياء انبهروا يعني استاذ هشام نورتني والحقيقه كانت اطلاله مهمه على نوع جديد من انواع السياحات أنا وعلى فكره بس النوع بس ده نقطه اخيره بعد سريعا يا فندم سريعا احنا في في منظومه الراعي الرسمي لملكات جمال العالم بيناشد ان آه. يعمل مسابقه من ملكات جمال, جمال من العالم. العالم, في صفح الاهرام آه. في نهايه العام ده وان شاء آه. الله هيكون حدث بإذن وبنفس اللي. الوضع برضه الرالي بتاع الفراعنه اللي بقاله يمكن سنوات كتيره نام رالي الفراعنه هيرجع تاني بتاع سباقات السيارات ومع الماراثون بتاع العاب القوى الحاجات دي هو هتنشط للسياحه هو ده وهو ده دي هي دي السياحه في مصر صحيح اللي صحيح عايزين تنشط نورتني يا فندم شكرا جزيلا لوجودك معانا في مصر الجميله تحياتي لحضرتك بعد الفاصل هنروح وموضوع مهم جدا بتتبناه وزاره الثقافه وهو فعلا مشروع اهل مصر وهو القيم والاخلاق إن الفكرة الأساسية لوجودها هي إزاي نعلم النشأ ده وإزاي يكون عندهم انتماء بوطنهم بعد هذا الفاصل ابقوا معنا من فضلكم